مشروع القمم السبع هو تسلق أعلى قمة في كل قارة. هو بديت بكليمانجارو اللي هو أعلى قمة ديال إفريقيا، ثم بعد ذلك مشيت لأوروبا تسلقت إلبروز اللي هو أعلى قمة أوروبا اللي كاين في القوقاز في روسيا. في 2014 مشيت تسلقت أعلى قمة أمريكا الجنوبية أكونكاغوا اللي كاين في الأرجنتين، ثم مشيت لأمريكا الشمالية مشيت تسلقت أعلى قمة فيها ديناري اللي متواجد في الألاسكا. في 2015 مشيت تسلقت أعلى قمة ديال أقنوسيا اللي هو الكارستنز المتواجد في جزيرة غينيا الجديدة البابوازي نوغيني، ثم في 2017 تسلقت إيفرست اللي هو أعلى قمة العالم، وكنت أول مرة مغربية شمال إفريقيا تسلق أعلى قمة العالم. وختمت المشروع ديالي في أواخر 2018 تسلقت فانسن اللي هو أعلى قمة ديال أنتاركتيكا اللي هي القارة المتجمدة التي توجد فيها القطب الجنوبي. بالنسبة للمخاطر كانوا شي مخاطر عشت دزت منهم. مثلا في إيفرست كنت زلقت واحد الوقيته، يعني كنت غادي نطيح. الحمد لله حنا تنكونوا مربوطين بالحبال، كذلك وقعوا لي الفروست بايت يعني تجمدوا لي الاطراف الاصابع يديا بقوه البرد، لان كنا تقريبا كان ناقص 40 درجه وعشنا فيها واحد المده طويله، فتجمدوا لي الاطراف الاصابع ديالي. الحمد لله يعني رجعت بسرعه باش عتقتهم. كذلك كنت في انابورنا دزت حدايا واحد لافالونش، واحد انهيار ثلجي، حتى هو كان خطير زعما كون ما كنتش مربوطه بالحبال كان ممكن يدينا. فهادو بزاف الحوايج اللي ممكن يوقعوا تعرض لك في الجبل. الحق ملي توصل القمة تجي واحد الفرحة أنني يعني قدرت ننجح في هذا التحدي. حس بأنك واحد النوع من التواضع وواحد تتقول سبحان الله العظيم، لأن تتكون قدامك داكشي كبير، يعني الجبال اللي دايره بيك وانت تتبان صغير بزاف، فتتبقى تتقول سبحان الله.